اليوم كلمتنا مريم. صباح النور يا مريم. صباح النور، صباح الفن والورد والياسمين، صباح النشاط والضحكة المزيانة، وصباح المحبة الكبيرة اللي خارجة من القلب بمناسبة عيد ميلاد خطيبك فهد. إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا للا. ربي يخليك، عايشك يا وائل. بارك الله فيك. قداش عندكم مخطوبين يا مريم؟ عندنا بريسكا مسوق، يعني ملي تعرفنا ملي خطبنا. ملي تعرفتوا؟ يعني البارحة احتفلتوا بعام خطوبة. ما في باليش. سيبيا، واليوم عيد ميلاد سي فهد. إيه. يا بيه، فهد يخدم معاك. ألو؟ الو دونك قالوا لي اللي فهد يخدم معاك، تخدموا مع بعضكم في نفس المعمل في المساعدين. اي نخدم مع بعضنا. تعرفنا على بعضنا كما اي جوز يخطبني. سبحان الله. سبحان الله. هو معاك تو في انت في الخدمه ديجا؟ هو ديجا معايا يخدم، انا نصبح لبعضنا، هو يخدم في باركي. تري بيان. دونك اليوم شنو باش نقولوا بالضبط لفهد يا مريم؟ شنو الميساج اللي تحب تقوله لخطيبك؟ وما عادش عنا وقت. يلا قولوا لي اني نحبك برشا، وربي يفضلك ليا، وربي يخليك ليا، وما نحبكش تغلط مني، ونحبك ديما تعزي لي. وحاجه خايبه كي انه هو يحب ياسر الكره ويحب ياسر القهوه، هذوما الحاجتين اللي خليني نخافش منه. يحب ياسر الكره والقهوه كيما الرجال الكل. فما شكون ما يحبش الكره والقهوه؟ ياسر يموت على القهوه. الكره ما عنديش معها جمله. الفايده يحبك انت يا مريم اكثر منهم الكل، ويعامل فيك بالباهي، وخاصه موسع باله معاك ومع الدلال والهبال بين ظفرين. هاي يقولوا لي. يا ليلى شنو كلمه السر؟ كلمه السر. كلمة السركاتكو. هاي سيمان مريم تحب تعمل ديديكاس لخطيبة فهد. عندهم مع بعضهم يخدموا من بعضهم في معمل في المساعدين. فهد حنين وقلبه كبير وطيب. أحسن كادو جابولها، جابلها فيوز مكتوب عليها I love you، فيها زوزة بيبات. فهد مغروم برشا بجورج وسوف، كما قالت هي مغروم بالقهوة وبالكورة. مريم ديما 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 عاملة فيه. نحب تقوله راني نحبك برشا، ونحبك ما تخوش عليها، وتوسع بالك مع هبالي ودلالي، وكل عام انت حي بألف خير. معانا فهد على المباشر. يا فهد صباح النور. صباح النور يا فهد. ألو. ألو. صباح النور يا فهد. بخير. شنو أحوالك يا سيدي؟ الحمد لله. صباح في الخدمة ديجا؟ الحمد لله. لاباك الحمد لله. الحمد لله. قلت لك في الخدمة ديجا، شديد الخدمة. أي يا ربي عينك إن شاء الله. هاي سي فهد، ما عادش عندنا برشا وقت، حتى احنا دونك مانيش باش نفاجئك برشا الصباح. انا اسمي وائل العامري من اذاعه كنوز افلام، انت معانا على المباشر يا سي فهد. اليوم 13 مارس 2017، اليوم فهد يحتفل بعيد ميلاده. اليوم خطيبتك مريم كلمتنا وحبت تهدي لك معانا غنية يا سي فهد. فهد سلام. يا سيدي خلي الضحكه جايه بعد شويه، ركز معايا واسمع خطيبتك شنو حبت تقول لك معانا اليوم. يلا. يوم الهدية ليك، نحبك ربي ليا يخليك، عيد ميلادك جيت نهنيك، عيد سعيد. عنا عم مخطوبين، متفاهمة معه فرحانين، يا ربي يحمينا من العيد وحبنا يزيد. محلاك محلا كل حياتي معاك، أحسن واحد نتمناك، كل عام وانت بخير دلال، عاملة فيه دلال وهبال، موسع باله والدحلال، معايا مهما يصير. طيب وقلبه حنين، الزوز نخدمه في المساعدين، والناس الكل بيك فرحانين بالديديكاس.
ما تخوش عليا نتدلل عليك شوية فهد انتي اغلى مالية يا تاج الراس محلاك محلى كل حياتي معاك احسن واحد نتمناك كل عام وانت بخير دلال عامله فيه دلال وهبال موسع باله ودلحلال معايا مهما يصير شمعة زادت السناء اشرب كله بشفاء ساهي معاك على شلاء والليلة جوك احلى خلنا اللوك بشوية غناء والاصحاب كلنا هابي بيرثداي طفي الضو اللي احلى عبي كرش الجاتوات شمعة كاتوات البرا وفي الانترنت بواتا مبلع مساجات خلف النوك بالابلات نهني وفيك ولا زبلات هابي عيد ميلاد عيد ميلاد سعيد وشالك كل عام وانتي حي بألف خير يا فهد اخوي عايش ابو سعد يا ربي فضل عليا سيدي علينا حق عليهم قول لي اراني والله العظيم نحبك برتني والله يعني اقسم بالله ولا كيد نار اقسم بالله نخدم اقسم برب العزه لا في بالي بخير ربي يفضلكم لبعضكم يا سيدي قول الو يلا قول الو نطلع فيك نطلع فيك الو يقول يا الو عاد واحد منكم يقول الو مين يا ادم الو يلا يا مريم بالليلة تاخو عليها يا فهد حقا ما لازمكش تاخو عليها ونقص من القهوة ونقص من الكورة اعتبروا اسمع كلامك اكيد ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم يا للا وان شاء الله كل عام وهو حي بألف خير سي فهد 31 329 الف الديديكاس شانتي